11/11/11 لأجل هذا التاريخ اجتمعوا، لأجلها هي التي فاق عمرها 13,000 سنة أتوا هذه المرة ليحشدوا التصويت لمغارة جعيتا لا لهم. قال الوزير وزير السياحة والوزير بارود انه ما تصوتوا لصوتوا لجعيتا. الحقيقة الهدف من هالزيارة لحتى نشجع كل اللبنانيين للتصويت من هلا ل 11 الشهر لمغارة جعيتا. السيدة الأولى وفاء سليمان صوتت هي أيضا لمغارة جعيتا، وكذلك فعل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في وقت غاب عن المناسبة رئيس مجلس النواب نبيه بري من دون أن يبعث بممثل عنه، علما أن الدعوة وجهت إليه أيضا. هل بتدعيهم للتصويت؟ أكيد ندعي كل اللبنانيين للتصويت مثل ما نحن قلنا ومثل ما حنقوم هلا وفخامة الرئيس بمعيته حنقوم بهالموضوع. الرئيس سليمان والرئيس ميقاتي والوزراء والنواب جالوا في المغارتين العليا والسفلى، ودهشت العيون للتحف الفنية التي تسخر بها المغارة التي باتت قاب قوسين من العالمية. أنا بعتقد هي مغارة عالمية أصلا، أبدا ما حدا يعتبر أنه صوته منه مؤثر. هون ما عم نحكي انتخابات بالمعنى التقليدي، عم نقول انه بهذا التصويت هون كلنا بنربح. مع الوزير انت صوتت؟ ايه طبعا صوتت. على الانترنت ولا على السيلولار؟ كوزير كمان عملت وجهت تعميم لموظفي الوزاره، اتمنيت عليهم انه هن كمان يصوتوا لصالح مغارة جعيتا. خميس رح روح على الارجنتين على بونس ايرس، وكمان رح روح على البرازيل لا نقدر كمان نجيش كل المغتربين في كل العالم للتصويت لجعيتا. حان الوقت ليضج العالم بمدينة الضجيج جعيتا كما يدل اسمها، وحان الوقت ليصوت الجميع لمغارة جعيتا التي تستحق وعن جدارة دخول عجائب الدنيا السبع. من مغارة جعيتا، جويس عقيقة، MTV.